الخير. طبعا يمكن سبقني زميلي عبد النبي العكري وتكلم عن المعاناة اللي يعانونها المعتقلين أو سجناء الرأي والتضييق بالعلاج، حتى الزيارات، الإهانات، الأمور كلها المهينة إلى أي سجين رأي. في بس نقطة واحدة، وإحنا يعني في هالمجلس، مجلس الأستاذ عبد الوهاب حسين، أبغي أتطرق إلى السلمية اللي انتهجها أستاذ عبد الوهاب ومع يعني نشطاء الرأي أو سجناء الرأي. ذكرت رولا بن شوي، لأن كنت أنا رافقها مع الدكتور نبيل تمام لما حضرنا في هاي المجلس، وكانوا يعني مع الأسف بأن جل اللي كانوا مضربين عن الطعام هم معتقلين الآن في أقبية السجون. النهج السلمي اللي انتهجه النشطاء الرأي، ما أعتقد يعني من يوم أو يومين أو بس خلال من بداية 14 فبراير، هو كان يعني من التسعينات كانوا يعبرون عن آرائهم حتى لو كان في قمع وكان في مضايقات، بس هذا أعتقد هو خط انتهجوه الوطنيين والنشطاء بالعمل السلمي اللي محاولة لإحراج الحكومة، بس أعتقد الحكومة يعني ما تنحرج أبدا، لأن مثل ما يقولون دائما بأن قولوا اللي تبغون تقولونه وإحنا بنسوي اللي بنسويه. فأعتقد بأنهما يعني خلاص صار بالنسبة لهم شيء عمل مستمر على طول. أنا إذا بتكلم يعني طبعا أستاذ عبد الوهاب هو حالة من حالات كثيرة موثقة، بس لأن إحنا في الليلة هذه نتضامن معه هي مناشدات، بس المفترض تكون هي ضغوطات من المنظمات الدولية وخاصة من يعني هيئات الأمم المتحدة، يعني تضغط على حكومة البحرين من أجل توفير العلاج اللازم اللي يحتاجه الأستاذ عبد الوهاب. أو طبعا في شيء واحد، هو من يوم اعتقاله في مارس 2011 لم تقدم له أو لم يقدم له العلاج الكافي اللي يعني يستحقه أبدا. في الختام باسمي باسم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان نطالب السلطة البحرينية بتقديم العلاج الطبي اللازم وبشكل سريع إلى الأستاذ عبد الوهاب وإلى بقية سجناء الرأي أو بقية المعتقلين السياسيين، وشكراً.